أما هلأ أريج رح ننتقل لمحطة رح نسلط فيها الضوء على قطاع أكد بجهوده العلمية والعملية على أنه مسيرة الحياة لم تتوقف في سوريا، وتعد مشاركته بمعرض دمشق الدولي من المشاركات المهمة والفعالة. نقابة صيادلة سوريا يلي عم تأكد تواجده الدائم بجميع مفاصل الحياة. لنحكي عن مشاركة هالقطاع الحيوي بمعرض دمشق الدولي بدورته 59. معنا الدكتور زعويط، عضو نقابة صيادلة سوريا، ولين اليخشي، طالبة بكلية الصيدلة. يسعد صباحكم. يا هلا. يسعد صباحكم. البداية دكتور، خلينا نحكي عن مشاركتكم بالمعرض وشو تضمنت. هلا نحن مشاركين بالمعرض. اول شيء في عندنا كل شركات الادويه المصنعه على الدواء السوري والمصنعه للمستحضرات الطبيه بالاضافه للمتبرعات الغذائيه كلها مشاركه هلا، بالاضافه للمعامل الجديده اللي فتحت خلال الازمه. لين، انتم كطلاب صيدله قديش مبسوطين بمشاركتكم بهالمعرض طبعاً، وحاسين في عليكم مسؤوليه؟ طبعا كثير كثير مبسوطين بمشاركتنا بالبوسترات بالمعرض. هن نفسهم البوسترات اللي نحن قدمناهم بمعرض اللي عملناه وقت مؤتمر بوابات العبور لمكافحة الإدمان. هدول البوسترات انتو اشتغلتوها انتو الطلاب؟ ايه. خلينا نحكي كيف كانت المشاركة. نحن كنا مجموعة طلاب من كلية الصيدلة وبمشاركة من كليات اخرى اذا في طلاب حابة، وكان في اقبال كتير كبير، وهذا الشيء عمل عزز تنافس لانه نحن كان في جوائز للمراكز الخمسه الاولى. ومشكور عميد كليه الصيدله والنقابه على اهتمامه بهذا الموضوع، وعزز يعني البحث العلمي عنا انه نقدر نبحث ندور نكتب. يعني كانت تجربة حلوة وجديدة. حبيتوا تكرروا المشاركة بمعرض دمشق الدولي فينا نقول؟ ايه تماما، حبينا نكرر المشاركة فيه. دكتور، خلينا نتعرف أكثر، شو رح يتضمن جناحكم؟ شو رح يكون فيه موجود؟ هلا نحن في ثلاث نقاط أساسية حنشتغل عليها بالجناح، أو أربع نقاط أساسية. النقطة الأولى هو التوعية المثالية لاستخدام الأدوية داخل المنزل، والأدوية الثانية اللي بتنكتب عبر الوصفات الطبية. النقطة الثانية حنشتغل عليها اللي هي الأدوية منتهية الصلاحية وكيفية التخلص منها ضمن حملة التخلص من المواد الطبية. في نقطة كمان أساسية عنا ونحن عم نشتغل فيها صرنا تقريبا سنة كنقابة مركزية، الاستخدام الأمثل للصادات الحيوية اللي هي المضادات الحيوية، بحيث ما أي شخص بياخذ مضاد حيوي يعني بفوت على الصيدلية بيقول له أعطيني مضاد حيوي أنا مرشح. أحيانا بيكون المرض فيروسي فهو ما بحاجة لصاد حيوي ياخده، هيك وهيك مع فيتامين سي وباراسيتامول بيطيب. وفي عنا نقطة ثانية، الاستخدام الخاطئ كمان للصادات الحيوية، هي كلها تحتكون في شباب فريق عمل كامل هيعمل استبيان ويوعي الناس. احيانا انت بتاخذي الصاد الحيوي بتستعمليه خطا، بيكون موصف لك مرتين تاخذيه مره، او بتاخذي صاد حيوي بيعطيك اياه الصيدلي لما بتاخذيه انت بطلب مباشر دون وصفه طبيه ما بيتناسب مع الحاله المرضيه تبعك. وفي هلا النقطه الاخيره اللي عم اشتغل فيها وبالتعاون مع طلاب كليه الصيدله وكليه الصيدله اللي هي مرات الادمان، عبور الادمان لسوريا. الحمد لله كانت المؤتمر اللي صار بكلية الصيدلة بين الشهر كان رائع جدا وحقق كثير نجاح عن مكافحة الإدمان. الحمد لله بلدنا بخير، نحن أقل بلد فيها نسبة قليلة كثير للمخدرات. طيب دكتور، خلينا نحكي معك عن المشاركة بمعرض دمشق الدولي. شو هي شركات المشاركة؟ عدد الشركات؟ عدد كان في عدد كثير كبير مشارك. تمام. في شركات مشاركة معنا نحن عاملة بوسترات وعرض للمنتجات، وفي شركات مشاركة بجناح المجلس العلمي للصناعات الدوائية. الشركات اللي مشاركة عنا تقريبا شيء 8 شركات. في عنا فيتا بيوتي اللي هي شركة استيراد لمسعود فارما، في عندهم شقتين، في استيرادي وتميمات غذائية اللي هي الفيتامينات، وفي عندهم تصنيع هون سيرومات. في عنا شركة ابن زهر للصناعة الدوائية، بيو شارب مستحضرات اللي هي طب البديل خلينا نسميها. يعني فينا نقول 8 شركات بين طب بديل وبين أدوية. وأدوية، في الترا ميديكا، في افاميا، في عنا شركة هيومن اللي هي هلا أحدث مصنع تم افتتاحه بالأزمة بطرطوس، رائع جدا المصنع ومنتجاته كثير ممتازة إن شاء الله. في عنا بحدود 12 شركة مشاركين بالمجلس العلمي. كنا بنود نحن إنه كله يكون يشارك معنا، بس المساحة المخصصة كانت للنقابة صغيرة، هنن هلا شاركوا بجناح العلمي بمساحات اوسع. لين، ذكرنا الدكتور انه رح يتم التركيز على ثلاث نقاط وثلاث محاور رح يتم التوعيه لها، انتم كطلاب شو دوركم؟ يعني الزائر اول ما يدخل لجناحكم كيف بتوعوا؟ شو دوركم بهالتوعيه؟ نحن
مهتمين بموضوع الإدمان سواء كان على المخدرات أو على استخدام الأدوية بطريقة غلط مثل الأدوية المسكنة أو أدوية السعال ووصفهم بطريقة غلط واستخدام الناس لهم بشكل عفوي بدون الالتزام بالإرشادات المطلوبة. ونحن كأنه طلاب كصيادلة دورنا نوعيهم خصوصي الشباب يلي بعمرنا لازم نكون يعني نوعيهم على هاي المواضيع. وكمان في نقطة مهمة ركزنا عليها هي الإدمان الرقمي, يعني الإدمان لمواقع التواصل الاجتماعي, للموسيقى, للإنترنت, لكثير أشياء. هي كتير نقطة مهمة, يعني حلو كتير يتم تسليط الضوء عليها. أكيد هي يعني أنا بظن أنه هي أهم من الأدوية هلأ بهذا الوقت, لأنه في اجتياح كتير كبير لجميع البيوت. بتحسي حتى بالخصوصيات اشتركت معنا بشكل كتير يومي, يعني في إدمان الكبار والصغار, عم تتفاجئي كمان بكبار السن. فأي نقطة كتير مهمة عم نسلط الضوء. فنحن كمان ركزنا من ناحية الإدمان الرقمي كمان غير كيف الموضوع. كيف اشتغلتوا على هالموضوع عليه؟ عملنا بحث عن الموضوع وعملنا بوسترات وفي بالمؤتمر كان في دكاترة عملوا لنا محاضرة على الموضوع, ويعني نحن توعينا. فوظيفتنا أنه نحن ننقل هاي الرسالة اللي نحن حملناها للناس التانيين اللي نحن حنشوفهم بالمعرض إن شاء الله. حيكون في برامة وعرض مستمر للموضوع هذا بالنسبة للأدوية, بالنسبة للمخدرات, بالنسبة للإدمان. خلال فترة المعرض راح يكون ايه؟ تمام. شاشة إسقاط حتكون عم تعرض بشكل مستمر خلال فترة المعرض. طيب خلينا نحكي معك, قديش مهم مشاركتكم اليوم بالمعرض؟ انتم شباب طلاب صغار عم تشاركوا باهم المعارض ان كان في سوريا او على مستوى الوطن العربي. انتم قديش يمكن في تحدي او حافز كثير كبير عندكم؟ هو كثير حافز كبير, وهو زرع روح تحدي لحتى يعني انه المره الجايه اذا في مؤتمر او هيك لنشتغل على حالنا, لنبحث اكثر, لناخذ المراكز الاولى لحتى نقدر نطلع بهيك اماكن. كثير شيء مهم, كثير مبسوطين لمشاركتنا, ويعني كثير هو عزز ثقتنا بنفسنا ايضا نحن كطلاب, يعني نحن نوعا ما صغار انه نشارك بهيك مؤتمر بالمعرض, بس هو كثير عزز ثقتنا بنفسنا وكثير يعني اعطانا روح وحافز لانه نبحث يعني لنتعلم اكثر بهذا الموضوع مشان نشارك بامور اوسع ان شاء الله. دكتور, يعني اليوم مشاركة نقابة الصيادلة بهالمعرض له أهمية كبيرة مثل ما ذكرنا, لكن قديش زادت المسؤولية اليوم عليكم أنه في توعية بشكل كتير كبير, حابين تطلقوا هالحملة هاي عبر المعرض؟ حملة التوعية؟ نعم طبعاً. نحن من سنة تقريباً بلشنا بحملة الصادات مثل ما قلت حضرتك, كان في زيارات ميدانية, فريق كامل عم يدور على الصيدليات, أول شيء مقابلات مع الصيادلة ومقابلات مع المواطنين اللي عم يفوتوا ياخذوا, والحمله متتابعه بشكل مستمر. وهلا نحن جايبين اوراق استبيان, حنشتغل على المواضيع الثلاثه, واهم شيء بس هي مكافحه الادمان, ونفس الشيء راح نشتغل على النقطه الثانيه اللي هي الاستخدام الامثل للصادات الحيويه. اوراق استبيان راح يتم اعطائها للزائر, للزائر تتعبى بحضوره, في عندنا فريق جاهز راح يكون موجود بجناح النقابه. يعني خلال فتره المعرض فينا نقول خلال فتره تمام. المعرض هي غير الزيارات الميدانيه اللي كانت عم تقوم فيها النقابه. وكيف بتم اخذ الاحصاءات والعينات؟ هلا هي بتتاخذ الاحصاءات من هون وترجع بعدين تندرس عنا بالمكتب العلمي بالنقابه, بتتفرغ كلها وتطلع بنتيجه. بس في خطة عمل يعني بهالمعرض, صار في توعيه كثير ممتازه بهذا المجال. نعم. طيب هي المشاركه في المعرض يمكن, وهي الظاهره او هي النقط الاساسيه اللي راح تقوموا فيها خلال فتره المعرض, قديش راح يكون في يمكن تبادل خبرات او تبادل افكار؟ يعني في زوار عندنا من جميع البلاد العربيه, راح يكون في تبادل لهي التفاصيل؟ اكيد راح يكون في, وراح ناخذ باراء الضيوف كلهم اللي جايين من خارج سوريا, وشو هن كمان اذا شاغلين على نفس الخط ناخذ منهم لوين واصلين وشو حققوا هن. دكتور, كيف بتلاقي هالمعرض كتظاهرة ثقافية واليوم انعكاسها على بلدنا؟ والله بعد انقطاع دام فترة 5 سنين, يعني افتتاح المعرض يعتبر إنجاز رائع أول شيء للجيش العربي السوري ولإرادة الشعب السوري, إنه هو شعب عنده ثقافة التحدي, ما بينكسر, ما في شيء بيهزه رغم الأزمة هاي. حسنا الحمد لله تطلع معامل جديدة ومعامل قوية كتير, مو بس على الصعيد الدوائي, على صعيد يعني الأدوية بحد ذاتها, على صعيد المكملات الغذائية, المستحضرات الطبية والتجميلية, الحمد لله يعني الأمور
بتبشر بخير ممتازة، ورح نرجع مو مثل ما كنا من أول، رح نرجع أحسن من أول إن شاء الله. يمكن خلال فترة الأزمة تضرر القطاع، يمكن إن كان بعض المعامل أو بعض تصنيع أنواع من الأدوية خلال فترة قصيرة كان في نهوض وعودة بشكل كتير كبير. هيدا المعرض قديش بيساهم فعلا في إعادة أعمار كتير من المعامل، إعادة يمكن تصنيعها من أول وجديد؟ هلا المناطق اللي تضررت وتضررت فيها معامل أدوية، في معامل هلا عم بتصنع داخل معامل بمناطق آمنة بالشام، أغلب اللي تضرروا بحلب أو مناطق تانية عم يصنعوا من الشام. إجت فترة هي ضغط السوق الكبير اللي صار عنا، المعامل نفسها اللي شغالة هون ما كانت عم تلحق حتى إنتاجها، بس الحمد لله بلشوا هلا المعامل التانية اللي معاها تراخيصها كلها وشغالة صارت تصنع هون. وأنت لاحظتي أنت بال 2016 ارتفعت الأدوية اللي كانت شبه نادرة بالسوق، صار كله هلا متوافر، يعني ما عاد في عنا انقطاع نهائي. يمكن المشاركة بهذا المعرض لتثبيت يمكن والترويج للأدوية السورية والصناعات الدوائية السورية اللي هي معروفة على مستوى الوطن العربي والعالم. يعني أكيد نحن قبل الأزمة كنا نصدر تقريبا ل 40 دولة، ولا زال في عنا تصدير هلا الحمد لله، يعني محققة جودة كثير ممتازة. يمكن اللي طلعوا لبرا وسافروا لما بيقارنوا الأدوية ببعض الدول المحيطة وبيقارنوها بالصناعة الوطنية عم يلاقوا فرق كثير كثير. لين انتم كطلاب هي اول مره اكيد رح تكون مشاركتكم بهيك معرض، اليوم قديش في عزيمه واصرار انه هالمشاركه ما تكون مثل اي مشاركه باي معرض، تكون مشاركه مميزه وتحقق نجاح والرساله اللي انتم حابين توصلوها؟ نحن حابين، هي فرصه لنا لنثبت انه نحن لسه موجودين، لسه ما في شيء رغم الازمه، رغم كل الصعوبات اللي نحن عم نواجهها، ما في شيء رح يوقف بطريقنا، ما في شيء رح يوقف بطريق بناء انسان واعي مثقف قادر انه يمثل بلده خير تمثيل، خصوصي انه هون في دول اخرى مشاركه، فهي فرصه لنا لنثبت وجودنا اكثر، نحن شباب سوريا، لنثبت انه نحن رغم كل شيء، رغم كل التحديات، نحن لسه صامدين وواقفين ويعني عم نحاول قدر الإمكان أنه نحن نمثل بلدنا خير تمثيل. يعني بالعادة بيكون في مؤسسات وشركات ونقابات مشاركة بهالمعرض، لكن بهي دورة رح يكون في طلاب كمان إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. ثقافة التحدي، ويمكن الأمل كتير كبير بشبابنا اليوم أريج، لأنه هن مثلهم مثل الجندي السوري عم يقاتلوا على الأرض. يعني لما نشوف هي نظرة التحدي والإصرار اللي عندك بنقول فعلا سوريا رح ترجع تتعمر بفضل رجال الجيش العربي السوري أكيد وبفضل أبناء. طبعا نحن وهن بخندق واحد، يعني هن سواء هن بسلاح نحن بالعلم، نحن بالنهاية كلنا عم نكافح نفس الهدف نفس المبدأ، بالنهاية كلنا هدفنا أنه نرجع نبني سوريا مثل ما كانت، كل واحد بمجاله. لين قديش ضليتوا عم تشتغلوا لحتى تقدروا تشاركوا بجناحكم اليوم بالمعرض؟ صراحة مشكورين بالكلية عنا والنقابة الصيدلي والاتحاد الوطني لطلبة سوريا، هن يعني وعونا، عطونا محاضرات، صار عنا شوي ثقافة عن الموضوع، كمان نحن بحثنا، عملنا بوسترات، عملنا يعني مثل حلقات بحث. محاضرات عن شو كانت؟ عن الإدمان، عن استعمال الأدوية بشكل خاطئ، عن المواضيع اللي رح تطرحوها بالمعرض، عن المواضيع اللي حنتناولها هون بالمعرض إن شاء الله. طيب دكتور، لما تشوف طلاب الصيادلة بهذا الحماس وهذا التحدي، قديش فعلا بيكون في أمل إنه يعني ما رح نوقف عند هي الدورة، رح تكون الدورات المقبلة أقوى بفضل الإرادة والتصميم الموجود عنا؟ أكيد الشباب ما شاء الله عليهم، هلا طلاب كلية الصيدلة متميزين حتى أحسن منا، يعني طالعين خاصة إنه تطور العلم كثير، يعني صار في عندهم هلا محاضرات إضافية غير العلمية اللي هي بتخص المواد اللي عم يدرسوها، مثل ما قالت لك الآن سليم، يعني في أكثر من مجال عم يشتغلوا، عم يتطوروا أسرع بكثير منا، يعني إن شاء الله في أمل يعني يرفعوا الرأس أكثر بكثير. إن شاء الله دايما مرفوع على رأسكم. يعني دكتور مثل ما ذكرنا يمكن أنه مشاركتكم أنتم كنقابة أطباء ونقابة صيادلة أنه أمر كثير مهم بهالمعرض، كيف حبيتوا أنه يكون للطلاب مشاركة كمان لكم؟ الطلاب هن الأساس، يعني الأولى طلاب كلية الصيدلية ما رح يتخرج بالنهاية صيدلية، ما رح يكون عضو نقابة، فهن اللي عم يشتغلوا هن رح ينشوا الجيل اللي بده يستلم عن البقايا الموجودين بالنقابة. طيب خلينا نحكي عن مشاركتكم بالمعرض، يعني
شو بتتمنى في الأعوام القادمة يكون المشاركة على نطاق أوسع أو يكون معكم شركات أكبر؟ أكيد أكيد إن شاء الله السنة الجاية حتلاقوا في فرق كتير كتير عن السنة هاي. حتكون إن شاء الله كل المصانع وكل المعامل بمختلف المجالات، إن كانت مهتمة بصناعة الأدوية أو بالفيتامينات والمكملات الغذائية أو مستحضرات التجميلية، حيكون كله مشارك. يعني لقينا كثير طلبات، نحن بالصغر المساحة ما حسبنا نشارك الكل. بس مجرد المشاركة بمعرض دمشق الدولي هي مشاركة جدا مهمة للترويج والتسويق للمنتج السوري اللي موجود رغم كل ظروف الحرب. يعني المنتج السوري موجود مو فقط في سوريا، في جميع الدول العربية والعالمية، ما زال ينافس على الجودة العالية ضمن إمكانيات مثل ما عم نقول محدودة نوعا ما. لا الحمد لله، حتى بمجال التصدير مثل ما حكيتي حضرتك ولا مرة صدف انه في دواء تصدر وما اخذ اوكي من البلد اللي تصدر لها. نعم كله تم استقباله. كمان يعني يا دكتور مثل ما قلت حضرتك رح يكون في مشاركة للعديد من الشركات الدوائية، لكن بعض المعامل يلي حصل فيها التدمير من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وتم إعادة تنشيطها وتفعيلها وتصنيع الأدوية، اليوم كيف بالمعرض رح يتم الترويج لهالمعامل المصانع يلي رجعت تثبت فعاليتها بالسوق السورية؟ كلهم هلا حطوا بوسترات، في منهم حط ستاندات انه نحن رجعنا على السوق عم نصنع، حتى لو راحت معاملنا لكن نحن لازلنا عم نصنع. وبلشوا اغلب المعامل هلا اذا هو معه مثلا ترخيص ب 100 دواء بلش يصنع 20 دواء ينزلهم على السوق. ويمكن المواطنين والصيادله حتى الاطباء اللي هن بالاصل بيتابعوا هذا الموضوع لمسوا انه صارت متوفره بالسوق. خاصه تماما نور، يعني خاصه الزوار يلي راح يجوا من دول متعدده ومختلفه، وايضا المغتربين اللي راح يجوا يرجعوا يشوفوا بلدهم كيف عم ترجع تتعمر، حيتفاجئوا بكره انه كانت في اصناف كثير مقطوعه وراح يلاقوها موجوده هلا على ستاندات. صارت موجوده انه رجعت بالتصوير. رح يتم الشرح للزوار القادمين من أكيد. جميع الدول العربية والعالمية أكيد. نقول انه مثلا هيدا المنتج تعرض ل يمكن تدمير من قبل المجموعات الإرهابية، لكن هذا المعمل رجع وقف على رجليه من اول وجديد وحاول يكون موجود على الارض وضمن السوق بفترة زمنية قصيرة. هي القصص او هي التفاصيل ضمن الاجن يعني ضمن جناحكم رح يتم، ضمن جناحنا وضمن جناح المجلس العلمي لصناعة الدوائر رح يتم شرحها للزوار. طبعا هي نقطة كتير مهمة. يمكن ومثل ما قلت لحضرتك انه هن لما رح يشوفوا البوسترات تبع الأدوية اللي كانت مقطوعة من فترة طويلة وحيشوفوا الستاند ورجعت الأدوية موجودة على الستاند لحالهم رح يتفاجئوا بعد انقطاع ممكن سنة ممكن ست شهور ممكن أكثر. يعني نحن اكيد بدنا نتمنى لكم كل التوفيق، يعني لين هي مشاركه اولى لكم انتم كطلاب، نتمنى لكم كل الجهود يلي بذلتوها تلقى النجاح بهالمعرض. واكيد دكتور شكرا كثير لوجودك معنا اليوم ونتمنى لكم التوفيق بهالمشاركه. شكرا كثير لكم. بدنا نشكركم كثير لوجودكم معنا، ونحن جدا سعيدين بعودة معرض دمشق الدولي. المشاركة جدا مهمة والمشاركة كبيرة من جميع الدول العربية. شكرا كثير. أسعد والله بوجودكم وبهالعرس هلا الجديد اللي أكيد. حرمنا منه 5 سنين. أما هلا مشاهدينا